الله الله بالعطي يا عبيدي الله الله خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة عالعز والحجاب خلها بجفن عليه وآله وسلم ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها يا فانزل بأرض الطف كي نسقيها يا بأب التي ورثت مصائب أمها فغدا يا تقابلها بصبر أبيها يا عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها يا هذه نساؤك من يكون إذا سرد بالأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبي عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي ورقية يون تبكي عليك تلهفا حتى قضت شما لرأس أبي مولاتنا رقية استراحت من هم الدنيا وغمها لكن بقيت مولاتنا زينب بحسرتها ولوعتها وكأني بها تخاطب أخاها الحسين تقل له يا حسين زينب من عفتها والله يا حسين زينب من عفتها أخويا للشام دول بها وقتها
والله للشايام دولبها وكيتها. ولو عن رقي ناشدتها، والله ولا يا عن رقي ناشدتها. بالشام يا ابن ام دفنتها، والله بالشام يا ابن ام دفنتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. آمنا بالله. قالت مولاتنا زينب سلام الله عليها في ردها على عدو الله عبيد الله بن زياد: ما رأيت إلا جميلا. هكذا كان رد مولاتنا زينب سلام الله عليها، هذه الصابرة الممتحنة. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. شوف التمعن في هذه الكلمات. ما رأيت إلا جميلا، هذه أشد على القوم من قتلهم للحسين عليه السلام. هذا الرد الذي يدل على شجاعة عظيمة من مولاتنا زينب سلام الله عليها. الليلة نحاول أن نتحدث عن مسألة مهمة في ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لماذا حمل النساء معه؟ أكثر من 80 امرأة وطفل كان مع السبايا. لماذا يعرضهم الإمام عليه السلام إلى الذل والعار؟ محمد بن الحنفية جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام. محمد بن الحنفية له منزلة عظيمة لكن ليس بمعصوم. المعصوم يختلف، الإمام يختلف. فقال له: ماذا قلت عن الأمر الذي أشرتك عليه؟ يعني قلت لك اذهب إلى اليمن، أنصار أبيك إلى اليمن. الإمام عليه السلام اختصر، قال له: بالأمس رأيت في الرؤيا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لي: اخرج يا حسين، شاء الله أن يراك قتيلا. سكت الإمام عليه السلام. محمد بن الحنفية افتهم شاء الله، بعد هذا وسلموا شنو تسليم. محمد بن الحنفية قال له: وما حملك للنساء؟ هاي النسوة المن حاملهن؟ تعرضهن للخطر، تعرضهن للعار، انت رايح تقاتل اعتى خلق الله عز وجل. لا دين، لا جاهلية، لا عروبة، لا اخلاق، لا بشرية، لا انسانية. قال الامام عليه السلام: واخبرني جدي ان الله شاء ان يراهن سبايا. سكت محمد بن الحنفية. هذا يسموه جواب إسكاتي وليس إقناعي. لو الإخوان اللي دارسين في كليات الفلسفة أو غيرها
أو بالحوزات يعرفون معنى الدليل الإسكاتي والدليل الإقناعي. عندنا دليل إسكاتي ودليل إقناعي. دليل إسكاتي المقابل يسكت بهذا الدليل ولكنه لا يفهم أو لم يقتنع، وعندنا دليل إقناعي، وكل واحد من هذني إلهن شروطهن وكيفياتهن. فمحمد بن الحنفية يعرف إذا إمام يقول شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا، يعني افتهمت افتهمت، ما افتهمت اسكت. أنت عليك من هاي الجملة أن تفهم، ما فهمت لا تقول ما فهمت، اسكت يعني بعد هذا مستواك. هسه محمد بن الحنفية فهم أو ما فهم، نحن جئنا في آخر الزمان، علينا أن نفكر، علينا أن نفهم، علينا أن نستعلم، علينا أن ننصر قضية الإمام الحسين عليه السلام بإيجاد أوجه الحكمة من مشيئة الله. الله لا يشاء ظلما ولا يشاء تفويضا، وإنما مشيته هي عين الحكمة. أكو مصالح، أكو أسباب. ما هذه الأسباب؟ الأسباب كثيرة، أحاول أن أجمل بعضها أو أهمها. السبب الأول للمشية الإلهية ولإخراج الإمام الحسين عليه السلام للنساء معه، حتى يبين بأن دعوته دعوة حق، اقتداء وتأسيا بجده رسول الله محمد. اللهم صل. ستقول وين تأسيا بجده صلى الله عليه وآله؟ بالمباهلة، بالمباهلة. شوف ماذا قال العاقب أو السيد زعيم نصارى نجران، لعله ليلة من الليالي نتحدث عن يوم المباهلة بشيء من التفصيل، وأنتم مطلعين عليها وسامعيها، لكن موضع الشاهد. ماذا قال لهم؟ قال لهم: هذا الرجل إذا جاء وأخرج معه للمباهلة قومه وأصحابه وترك أهل بيته فباهلوه، فهذا علامة على أن دعوته دعوة باطل. شوف، للباطل علامات وللحق علامات. أما إذا أخرج أهل بيته وترك شنو؟ وترك قومه فلا تباهلوه، هاي من علامات الحق. أصبح الصباح، من أخرج معه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عليا والحسن والحسين وفاطمة الزهراء عليهم السلام، اللي قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي وإلى آخره. فلم يباهلوا، فسألوا من هؤلاء؟ قالوا هاي ابنة فاطمة، هذا ابن عمه وصهرة وخليفة وولي علي ابن أبي طالب، وهذا ابن أبناء بنت أولاد الحسن والحسين. قال يا نصارى نجران، إني أرى وجوها لو أقسمت على الله عز وجل أن يزيل هذا الجبل من مكانه لأزاله، إياكم وأن تباهلوا هؤلاء فتمسخوا قردة وخنازير. فهذا تأسي، هذا الدليل الأول، الحكمة الأولى، السبب الأول، حتى يبين للتاريخ أن دعوته دعوة شنو؟ حق. لأن لو لم تكن دعوته دعوة حق لما أخرج النساء والعيال معه، للتاريخ. هذا واحد. ثانيا، لأجل فضح حقيقة هؤلاء القوم، حتى يفضحهم، حتى يبين للناس أن هؤلاء القوم مو قضية نزاع مع الإمام الحسين عليه السلام، قضية أن هذا ينازع على الخلافة والكرسي وما أعرف إيش وكذا، وإلا قتلتم النساء فما ذنب، قتلتم الرجال فما ذنب شنو؟ النساء. مثل خول الحنفية لما قتلوا مالك ابن نويرة، زين، وزني بزوجته في ليلة مقتله، وجاءوا أول سبايا في الإسلام سبايا مالك ابن نويرة، لكن أعظم سبي في الإسلام سبايا الحسين عليه السلام.
أول سبي سبايا مالك بن نويرة تحت حجة أنهم امتنعوا عن دفع الزكاة. طيب إذا امتنعوا عن دفع الزكاة وغيرها وما أعرف إيش، ومالك بن نويرة كان مخطئ وما أعرف إيش، لماذا عمر بن الخطاب يأمر برجم خالد؟ زين، وقالوا بأنه اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني أخطأ. إذا أخطأ، إذا الخطأ لو عمدي لو مو عمدي، فإذا كان لا أقل مو عمدي، إذا كان خطأ، لماذا لحد الآن مالك بن نويرة من أهل الردة؟ ما أدري يعني. وإنما امتنع مالك لأن قال بايعنا وبايعتم يوم الغدير، قال الناس، خالد قال الناس، أقول لك بايعنا يوم الغدير، نذهب صباحا إلى المدينة وهناك نحتكم، في الليل جرى ما جرى. المهم جابوا السبايا، النساء الأطفال، سووا استعراض في المدينة، خطبت خولة الحنفية، أم محمد الحنفية. شوفوا أخواني، هذا سبب زواج الإمام علي عليه السلام منها، فأنجبت شنو؟ أنجبت محمد. محمد من أمه؟ خولة الحنفية. خطبت، قالت أيها الناس لما قتلتم رجالنا؟ قالوا لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة. قالت لا والله، إنا لنأمر صبياننا بأداء الزكاة أو نضربهم عليها لتسع ونؤدي الزكاة في أوقاتها، وإذا الرجال ارتدوا فما ذنب النساء؟ شوفوا التفتوا يا أخوان شون كلمة حكيمة، ما ذنب النساء؟ الآن أي رجل يرتد، مثلا مرتد زوجته ما لها علاقة، تبين منه لا طلاق، تصير بائن على فرض أنه ارتد هذا، فزوجته شلها علاقة، ولا تزر وازرة وزرة أخرى، تستبيحوها مسلمة هاي، لا كافرة، شنو بكيفك أنت لا كافرة؟ بل أنت الكافر إذا تكفر الناس. قالت ما ذنب النساء إذا الرجال ارتدوا؟ سكتوا. الإمام علي عليه السلام واقف، أشارت إليه، قالت لأجلكم سبينا يا أهل البيت. شوفوا لأجلكم شنو سبينا، هاي الضريبة، هاي الضريبة اللي حتى في هذا الزمان، لماذا تستباح نساء الشيعة؟ هاي لحبهن لعلي بن أبي طالب عليه السلام، لموالاة أهل البيت سلام الله عليه. فالإمام سلام الله عليه يريد أن يفضح حقيقة هؤلاء، ولذلك بعد ولما تفض روحه الشريفة وهجموا على النساء، فصاح يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين كونوا أحرارا في دنياكم، ارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما كنتم تزعمون، ولكم سأتم مسلمين لا أقل على أساس عرب، العرب لا يغير على المرأة، ليس من الشجاعة. كان الرجل أيام الجاهلية إذا يرد على المرأة، لو سبته لو شتمته لو صنعت ما صنعت به، إذا رد عليها بكلمة جارحة كان يحتقر أمام الناس ويقال له جبان، يقولوا له أنت جبان. عمرو بن حريث بمجلس ابن زياد لما أراد ابن زياد أن يضرب زينب، إيش قال له؟ وهم نفس الطين، نفس الطين ونفس الدين، زين إيش قال له؟ ما أنت صانع تضربها؟ قال أما تسمع كلامها؟ قال إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بكلامها. شوف يعني حتى يتضح لك سفالة هؤلاء، تقول لي جاهلية؟ لا، جاهلية أشرف منهم، أفضل منهم الجاهلية. كونوا عربا، ارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم. شي يقول له شمر الخنا؟ شي يقول له؟ ما نفقه ما تقول يا ابن فاطمة. قل قاعد يحكي، ما أدري يحكي إنجليزي لو يحكي ياباني. قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلون، هذا وهو بأبي وأمي مطروح على رمضاء كربلاء، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونه، فما على النساء من جناح أو سبيل. ذيك الساعة عد انتبه شوي، انتبه شمر، قال نعم دونكم الرجل فإنه كفء كريم، لكن مجرد أن
قتلوا الإمام عليه السلام رجعوا إلى طينتهم ودينهم الحقيقي، وهو اللي أشد من الحيوان، أشد من الحيوان. فهذا سبب آخر لفضح حقيقة القوم. تفتوا إخواني إلى هذه المعاني الجليلة. سبب آخر لبيان شأن المرأة عموما وشأن زينب عليها السلام وسكينة وأم كلثوم زين ورقية سلام الله عليهن أجمعين، شأنهن الخاص. شأن العام بلي يريد يبين وينهم ذولا حقوق المرأة وحقوق الإنسان وما أعرف إيش. إحنا اللي ننادي بحق المرأة وأنها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ماكو فرق، ماكو فرق بين الذكر والأنثى إلا بمن إن أكرمكم عند الله. أساطين علماء يقفون على أعتاب قبر زينب عليها السلام، يا سيدتي ويا مولاتي اشفعي لي عند الله، وعند قبر السيدة فاطمة معصومة، وعند قبر رقية سلام الله. اللهم ارزقنا زيارتهن في الدنيا وشفاعتهن في الآخر. علماء، احنا نحافظ على حقوق المرأة، احنا نحترم من الآن، انطيني أي طائفة ودين يقدس المرأة كتقديسنا الآن، من الآن؟ شوف شوف الصروح العظيم، شوف الصروح العظيم. ولولا ظلم بعض الناس لشفت قبر أم البنين، ولشفت قبر خديجة، ولشفت كذا. احنا نحترم المرأة فنقدسها لأنها أعظم من الجوهرة، فنحافظ عليها بحجابها وغيرها. أما أنتم أيها الغربيون أنتم من يحتقر المرأة. روح شوف بإسرائيل الآن، بيع بيع، تريد تشتري امرأة بعشرتها، بيع 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 وشراء، مثل ما تشتري الحذاء أجلكم الله. وبأوروبا حاطيهن بجام خانة $100 تلعب بأي امرأة، تلعب ما تشاء، حذاء أجلكم الله $5,000 10. أنا ما رايح وما أروح إن شاء الله، إيش عندي أروح تعرب بعد الهجرة، عندي فلوس زايدة وأريد أتونس، أروح المشهد أزور الإمام الرضا عليه السلام، أروح أزور الحسين عليه السلام. هاي سياحة المؤمن، مو سياحة المؤمن والله راح لندن وراح تركيا وراح للسويد وراح المدري شنو. زين إيش السوى؟ إحنا لازم نطعمها شوية، لازم نذبلنا كم بسمار. إيه بعد هسه للعلاج افتهمنا، ولو العلاج أنواع، هسه الدور بعد أوروبا بعد ما تفيد، الدور شرق آسيا شايف، تايلاند وإندونيسيا وماليزيا. مو صلوا على محمد وآل محمد. شعدك رايح جيمر هنا، هنا الجيمر. على أي حال، فبيان شأن زينب سلام الله عليه، 40 يوم قلت لكم الإمام زين العابدين اعتزل سلام الله عليه عن الناس. منو كان النائب الخاص؟ زينب سلام الله. عما أنت بحمد الله عالم غير، إن كان دين محمد بدم الحسين سرى انتشاره، فبزينب الكبرى وهول مصابها كمل ازدهاره. انقلوها عني وأنا مسؤول عنها، لولا وجود زينب عليها السلام لما كانت ثورة الحسين عليه السلام، مثل لولا وجود الأئمة لما كانت الرسالة والنبوة كذلك. من أركان وعمد قضية الحسين عليه السلام وجود شنو؟ وجود زينب والنساء، زينب خصوصا والنساء عموما. ليش الآن؟ هذا دليل آخر. شنو هو الدليل الآخر؟ أن وجودها ووجود النساء حفاظا على الإمامة، وإلا انتهت الإمامة وتسيخ الأرض بأهلها لو انتهت. لأن في كربلاء أرادوا أن يقتلوا الإمام زين العابدين عليه السلام، في الكوفة كذلك، في الشام كذلك. من الذي وقف مانعا وسدا دون ذلك؟ ها؟ في الكوفة رمت بنفسها على الإمام زين العابدين لما قال اقتلوه،
قالت اقتلني دونه. تعجب قال الله، الله للرحم، كادت أن تقتل نفسها. نعم تقتل نفسها، ليش؟ لأن تعرف هي مكلفة أن تكون فداء للإمام زين العابدين عليه السلام، لأن تعرف أنه إذا حصل له أي مكروه زين سوف تسيخ الدنيا، النظام يختل بكامله. هذا من أعظم التكاليف عند زينب عليه السلام. التفتوا يا أخوان، ليست هي قضية مصيبة فقط بكاء ونياحة وغيرها، التفتوا إلى هذه الحكم زين. بعد والأسباب كثيرة، أذكر سبب آخر وأخير وهو أهم الأسباب. شاء الله أن يراهن سبايا، أن هذا هو نوع اختبار وابتلاء لأهل البيت عليهم السلام وللناس جميعا، نوع اختبار وابتلاء. وأي ابتلاء؟ الله أكبر، ابتلاء للإمام الحسين عليه السلام. مو فقط ابتلي واختبر بأعدائه، التفتوا يا إخواني، ابتلي الإمام الحسين عليه السلام واختبر من قبل الله بنسائه وأطفاله. ولذلك كان الشعار في الجاهلية النار ولا العار. النار يعني شنو؟ يعني يعني الموت زين. كانوا يئدون البنات زين، فيقولون يا بليش تقتلوهم؟ قول النار ولا العار، لأن احنا نتعرض إلى حروب وقتال فيما بيننا، فتسبى نساؤنا. كانت يعني هؤلاء اللي يئدون البنات سبب من الأسباب للغيرة المفرطة، فما أتحمل، يقول أنا ما أتحمل أن تسبى ابنتي أو زوج أو زوجتي، فكانوا يئدون البنات، فيقولون النار ولا العار، أو النار أن أتعرض إلى القتل ولا العار أن يمس شنو؟ أن يمس النساء، لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، فالمراد من العار هذا والنار هذا مو نار الآخرة. التفتوا يا أخواني، إجا الإمام الحسين عليه السلام ماذا قال؟ قال العار ولا شنو؟ ولا النار، لأن النار وما أدراك ما النار، نار جهنم، فما أصبرهم على النار. ولكن النار يقصدون نار الدنيا، نار الحروب، نار القتل، سواء للبنات أو لهم. التفتوا يا أخواني، هذا الشعار ما شفت في حياتي واحد سألني عليه قال ليش الإمام الحسين عليه السلام غير هذا المثل أو الشعار؟ كان النار ولا العار، الإمام قال العار ولا شنو؟ ولا النار. فيتحمل الإنسان عار الدنيا ولا شنو؟ ولا نار الآخر، ولا نار الآخر. التفتوا أخواني، العار ولا النار، فهو ابتلاء للإمام الحسين عليه السلام، ابتلاء للنساء، ابتلاء للنساء. ولذلك ذكرت العام وأذكر دائما أن أجلى مصداق للصبر على أمر الله عز وجل زينب سلام الله عليها، وأمها فاطمة الزهراء سلام الله. ليش؟ لأن الصبر من صفات الرجال، من الصفات الغالبة للرجل، وإذا وجدت امرأة غير صابرة فهذا أمر اعتيادي، هذا أمر عادي، أن المرأة صبرها ضعيف، إلا زينب سلام الله عليها كأمها. مو السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لما امتحنك شنو؟ صابر، كنت لما امتحنك صابر. من يتحمل أن يرى هاي المسيرة زين 56 سنة أو أكثر أو أقل عمرها سلام الله عليها، من المدينة، من مكة والمدينة إلى الكوفة، إلى كربلاء، إلى الكوفة، إلى الشام، ضمن هذا الوضع وضمن هذه الأمور زين، ويجي اللعين يستفزها، ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ يقلها ناقل الكفر ليس بكافر، وأهل بيتك العتاة المردة. شوف شلون استفزاز، وبأي حال هي،
بعدما رأت تلك المصيبة العظيمة، تقول له والله ما رأيت إلا جميلا. شوف شنو، ترى هاي قمة الصبر، قمة الصبر. أنت في أشد الظروف، ألم وحزن وضرب وشتم وسبي وتحقير وتجويع، واحد هيجي يقول لك وإذا ترد عليه هذا الرد، أكبر طعنة في قلوب هؤلاء. أنا أشوف الشيء بالشيء يذكر، أشوف بالتلفزيون مرات بعض المؤمنين من يصير الإرهابيين يفجرون أو كذا، تشوف أكو بعض المؤمنين ضعيف الإيمان، ما يعرف يحكي، يعني يتصرف تصرفات أكو بعض المؤمنين تشوفه لا. مرة رأيت شخص بالتلفاز والله عجبني هذا، الله يوفقه، هذا قالوا له التقى وياه واحد يعني بالشارع، قال له ايش فقدت بهذا التفجير؟ أعتقد قال له فقدت 2 من أخواني، وقبلهم 2 معدومين، وخالي كذا الشهيد، وذاك ما أدري شنو كذا. قال له ودار وجهه للكاميرا، قال له خلي يسمعون، أبد والله ما ننسى حسينا. عجيبه والله، تدري هاي تعادل قنبلة نووية على قلوب الإرهابيين وأعداء أهل البيت عليهم السلام. وظل يحكي، قال خلي يسمعون، خلي يسمعون. قال لهم يا ريت أني أستشهد ومنعوا في زيارة الحسين عليه السلام. مرة صار تفجير في كربلاء ينقل بعض المؤمنين، يقول فد واحد رجع قال له ها خفت؟ قال لهم لا، راح أروح أجيب زوجتي وعيالي، مقصر أنا. شوف أنت شايف هسه إيش قد يهددون، إيش قد يحاربون الشعائر، إيش قد يحاربون الزيارة، وكل سنة شنو؟ العام دخلنا في كربلاء إلى موكب التطبير، عادي ندخل الباب براحتنا، الموكب يدخل وجوا بالصحن يشاركون الشباب وكذا ويظلون على راحتهم. هالسنة ما قدرنا ساعة احنا واقفين بالباب، هيك ظهر على بطن، ظهر على بطن. زين، اما ركضة طويريج لا تعد ولا شنو ولا تحصى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. خليها يحاربون الله، مو يحاربون الحسين عليه السلام، يحاربون الله سبحانه وتعالى. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد. انت هيك يصير بكلامك تصرفاتك، لا تثبط معنوياتك. هاي مولاتنا زينب عليه السلام، والله ما رأيت إلا جميلة في الكوفة، في بيوت الأدعياء وأبناء الأدعياء وشرابة الخمر والزنات، وبذلك الحال من مصيبة كربلاء. زين، وضربته بقنبلة أعظم من كل القنابل. فإذا هو اختبار يا إخواني لأهل البيت عليهم السلام، وللناس، لهاي الأمة، لهاي الأمة، حتى تشعر إن كانت تشعر. انظروا أيها الناس ماذا صنعوا بالنساء، لأن إذا عدكم ما عدكم مشاعر على الرجال، لابد عدكم مشاعر على اليمن، على النساء. ما ذنب النساء، ما ذنب الأطفال؟ مو كما يحكى أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر، مو يرفع الطفل شنو الرضيع ويصيح أيها الناس أيها العالم، بأي ذنب قتل هذا الطفل الرضيع؟ يعني وينكم أنتوا يا إعلاميين يا صحفيين يا ناس؟ قتل الرجال عادة، لكن سبي النساء هل هو عادة؟ نعم، ما رأيت إلا جميلة. وهذا هو حال أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. شوف أهل البيت سلام الله عليهم ضحوا بكل شيء، بكل شيء مادي ومعنوي، وكانت انشودة الإمام عليه السلام بلسان الحال، ولا هذا الشعر مو للإمام سلام الله عليه. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك.
أيتم العيال بأبي وأمي، ماذا صنعوا بعياله؟ أم كلثوم تقول: والله ما رأينا قلبا أقسى من قلب يزيد، ما رأينا قلبا أقسى من قلب يزيد. تلك اليتيمة تبكي الليل تبكي، استيقظت، جلسنا بنات الرسالة يبكين لبكائهن: بني ماذا رأيت؟ قالت: رأيت أبي الحسين عليه السلام، رأيت أبي الحسين عليه السلام. وظلت تبكي 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 حتى أزعجت يزيد، فقال: لماذا تبكي هذه الطفلة؟ قالوا: تبكي تريد أن ترى أباها، أبت أن تهجع إلا أن ترى أباها الحسين عليه السلام. وإذا به، شوف قساوة قلبه، يقول لهم: قدموا لها رأس أبيها، قدموا لها رأس أبيها الحسين عليه السلام. لما رفعت المنديل أود تقبله، تشمه، تضمه إلى صدرها، وهي تقول: يا أبتا يا يا يا، من الذي خضبك بدمائك؟ يا أبتاه، من الذي قطع وريدك؟ يا أبتاه، من لليتيمة إذا كبرت تقل يا ويا يا ليدي والله ضيمة، يا 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 أنا صير من زغري، يا 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 أثار الأب يا ناس خيمي، يا 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 في على عياله، يا 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 وحري إيمي. وظلت تبكي وتصرخ: أبا يا أبا. إلى أن سكنت عمتها زينب تقول: عم قومي عم قومي. الإمام زين العابدين قال لها: عم ارفع الطفل عن رأس أبي، فلقد فارقت الدنيا. أويا يا لجابة والرأس الخضيب الطفل لطمت على الراس لمن شافت، يا وليتي مشلون لمن نظرت، يا وحركوها ولنفا، يا 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 اسمع أبيها. أريدك تشارك ها وتتمم مشاركتك في المصاب وتقول معي، تردد معي هذه القصيدة: آلام آلام من كربلاء للشام. شباب أريدكم تشاركون إن شاء الله. هذه الليلة الفائتة أنشأتها في النساء وفي رقية سلام الله عليها: آلام آلام من كربلاء للشام. بس اسمع المستهل وبعدين إذا تريد تجاوب: آلام آلام من كربلاء للشام، هاي الناس ظلمونه وطول السبيل وعونه، هاي الناس ظلمونه وطول السبيل وعونه، من كربلاء للشام آلام للشام. هسه بس ردوا بعدين ألطمها، والشباب إذا تحبون توقفون على راحتكم: آلام آلام من كربلاء للشام، آلام من كربلاء للشام، هاي الناس ظلمونه وطول السبيل وعونه، هاي الناس وطول السبيل وعونه، من كربلاء للشام من كربلاء. هسألك ها: آلام آلام من كربلاء،
آلام. وهاي الناس ظلمونه وطول السبيل وعونه، هاي الناس عونه من كربلاء للشام، من كرب ياهو الجان يتصور بين العدو يتقدر، ياهو الجان يتصور بين العدو يتقدر، عقب حسين والحيدر، عقب حسين أرسل بونا وقهرونا من كربلاء للشام. آلا آلام هاي الناس ظلمونه وطول السبيل وعونه، هاي من كربلاء للشام، من كربلاء من كربلاء من بعد الأبو والجد راح الخدر وتبدد، من بعد الأبو والجد راح الخدر وتبدد، هاي القوم تتقصد وهاي القوم تتقصد، أبدا ما يرحمون من كربلاء. آلا هاي الناس ظلمونه، هاي الناس طول السبيل وعونه، هاي الناس من كرب من كرب ضاع الشرف والنوماس، صرنا بيد أرجس ناس، ضاع الشرف والن صرنا بيد أرجس ناس، لا دين وعرف وحساس، لا دين وعرف ولا جنهم يعرفون من كربلاء. آلام شد حيل ها، آلام هاي الناس ظلمونه مونا وطول السبع، هاي تعالوا هنا شباب، تعالوا هنا شباب ايه، عونا من كرب من كربلاء، هذا الوقت مو للزين يرضى بقدر وبكل شيئا، هذا الوقت مو للزين يرضى بقدر وبكل شيئا، ويسيء الفعل لحسين، ويسيء الفعل وهل بيت ليحبون من كربلاء. آلام 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 هاي الناس ظلمونه، هاي الناس طول السبيل، هاي الناس طول السبيل من كربلاء، من يا هو يبلغ الأنجاب أهل المجد والأطياب، يا هو يبلغ الأنجاب أهل المجد أطياب، ما خلوا لنا أصحاب، ما خلوا لنا أبو كن ناصر يقتلون من كربلاء. آلام آلام
هاي الناس ظلمونا، هاي الناس ظلمونا وطول السبيل، من كربلاء من كربلاء قادونا بأشد قوة وبإرهاب وبقسوة، قادونا بأشد قوة وبإرهاب وبقسوة، بلا رحمة ولا مروة، بلا رحمة ولا مروة، يعطشونا ويجوعونا من كربلاء. آلام آلام آلام، هاي الناس ظلمونا وطول السبيل وعونا، هاي الناس ظلمونا وطول من كربلاء من كربلاء للشام، هالأطفال ظلموها والنسوان ضربوها، هالأطفال ظلموها والنسوان ضربوها، وعليه الزل حملوها وعليه الزل، ما ظنهم يعوفون من كربلاء. آلام هاي الناس ظلمونا، ناس ظلموا وطول السبيل، هاي الناس ظلموا كربلاء من كربلاء. يا رب البشر نصبر للي تريد وتقرر، يا رب البشر للي تريد وتقرر، لابد الأمر يصدر، لابد الأمر يعذبون ويؤذون من كربلاء. آلام كل أرض كربلاء، كل يوم عاشوراء، كل أرض لا كل يوم، كل أرض كربلاء، كل يوم. قصيدة للشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي. كل أرض كربلاء، كل يوم، كل رد ها، كل آل النبي الهاشمي أحمد، أما سمعت فيه مو فعل العدا، آل النبي الهاشمي أحمد، أما سمعت فيه مو فعل العدا، سقتهم أعداؤهم كأس الردى، سقتهم أعداؤهم ظلما وعدوانا وبغضا مظهرا، كل كربلاء كل يوم، كل مصابهم هو المصاب الأوحد، وحزنهم مثاله لا يوجد، مصابهم هو المصاب الأوحد، وحزنهم مثاله لا يوجد، فعيشنا طول الزمان النكد، فعيشنا طول الزمان كيد، فلن ترى كما جرى مشتهرا، كل أرض كل يوم، كل أرض كل لهفي له لما أناخ كربلاء، بفتية وأي فتية على، شأنهم علا ومجدا زحلا، شأنهم علا ومجدا زحلا،
وقد سموا أن حاربوا أسد الشرى كل أرض كل يقول منهم إذ بادروا يا ربي إني للحسين ناصر ولابن هند تارك وهاجر ولابن هند تارك جروا فاغتنموا الفرصة مع خير الورى كل أرض كل يوم كل أرض هم سادة قد عظمت أجورها بدت لهم عند اللقاء حورها في جنة عالية قصورها في جنة عالية قطوفها دانية لمن يرى كل أرض كل يوم كل معينا بالبكاء عليهم لا سيما الصبط الشهيد الأكرم كل معينا بالبكاء عليهم لا سيما الصبط الشهيد الأكرم نسعد فيه المصطفى ونلطم نسعد فيه المصطفى وأمه البتول ثم حيدرا كل أرض كل يوم كل أرض يا ليت شعري هل أنوح أهله بين العداء من الذبيح طفله أم خيما محروقة أم نسله أم خيما محروقة أم نسله مشردا مشهرا تشهرا كل أرض كل يوم كل أرض كل يوم لهفي وهل ينفعني تلهفي أو نار قلبي بالدموع تنطفي لهفي وهل ينفعني تلهفي أو نار قلبي بالدموع تنطفي وهل تزول حسرتي بالأسف وهل تزول حسر وهل يبل غلتي دمع جرى كل أرض كل أرض لهفي وهل ينفعني تلهفي أو نار قلبي بالدموع تنطفي وهل تزول حسرتي بالأسف وهل تزول أسفي وهل يبل غلتي دمع جرى كل أرض كل أرض يا زفرة تكاد من تفجعي تخرج نفسي بدمي في أدمعي يا كبدي لحسرتي تقطعي يا كبدي لحسرتي يا مدمعي من وجعي تفجرا كل أرض كل يوم كل أرض يا زفرة تكاد من تفجعي تخرج نفسي بدمي في أدمعي يا كبدي لحسرتي تقطعي يا كبدي لحسرتي يا مدمعي من وجعي تفجرا كل أرض كل أرض
كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء. يقول الشيخ على الله مقامه: فكل أرض ويوم كربلاء وعاشوراء وشخصكم لي نصب رأينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفي كل مريض، خصوصا من أوصانا بالدعاء، اشفي مرضاهم واقضي حوائجهم، احفظ الإسلام والمسلمين، أيد علماءنا العاملين، اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان. إخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا. إخواني بعد المجلس، بركة مولاتنا السيدة رقية سلام الله عليها. إخواني المؤسسون، تقبل أعمالهم، وإلى أمواتهم وأمات الحاضرين والباذلين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.